كلمة الثقاف في اللغة معنى كلمة الثقاف يعني توقف. لما أقول استوقفت فلان يعني توقفته، ومعنى كلمة توقف يعني اللي أنا منعته من السير، منعته من الحركة. تمام. ولذلك أنا دايما أقول هناك فارق بين التوقف والوقوف. الوقوف اللي هو عكس الجلوس، كان جالسا ثم وقف. أما التوقف اللي أنا بمنعه من الحركة طرف ثاني فترة معينة. أوقفك عن الحركة. ولذلك كلمة الثقاف كلغة اللي أنا بمنع شخص معين من السير أو الحركة فترة محدودة أو فترة قصيرة. ده من هذا من الناحية اللغوية. نعم، اللغوية. من الناحية القانونية. أما لما نيجي نعرف كلمة الثقاف في اصطلاح قانوني، نجد أن قانون الإجراءات الجنائية خلى تماما عن تعريف الاستقاف، ولا يوجد نص في قانون الإجراءات الجنائية سواء كان من قريب أو من بعيد ينص على تعريف الاستقاف أو نوعه أو أغراضه أو أي شيء عن الاستقاف. ولكن جاء الاستقاف عن طريق المادة 361 من تعليمات النيابة العامة. جاءت وبحبت أو بيّنت ما هو المقصود بالاستقاف. قالت الاستقاف هو إيه؟ إجراء يقوم به رجل السلطة العامة. بيقوم به ليه؟ عشان الغرض منه إيه؟ الغرض منه هو اكتشاف الجريمة والتحقق من مرتكبيها. إذا وضع الشخص وضع نفسه موضع الشيبة، موضع الريبة والشك والظن. إذن يفهم من ذلك أن رجل السلطة العامة وفقا لنص هذه المادة اللي هي المادة 361 من تعليمات النيابة العامة، أن رجل السلطة العامة خول له أو يخول له أن هو يقوم بتوقف شخص معين أو هذا الإجراء إذا وضع هذا الشخص نفسه موضع ريبة وموضع شك. ليه؟ بيستوقفه ليه؟ عشان يتحقق من هويته، يتحقق من أن هذا الشخص من الخارجين على القانون لا، يتحقق من هذا الشخص من الهاربين أم لا. ولذلك الاستقاف هو إجراء وليس قبض، وبالتالي لابد أن يراعى وأن يكون له ضمانات معينة.